اهو بيت القرية. مرحبا. وانا جيت مش عارفة جليل ورا واحنا هنا اهو. ما شاء الله الفيلا كل ده اول ما اتجوزت كان عبارة عن حجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا العيد خلص. النهاردة السبت. عندنا خطوبة بنت خال زوجي. الأنسة أميرة فاجئتني يعني واخدة الفساتين واخدة اللبس واخدة كل حاجة. وفي الآخر بعد ما ركبنا العربية وقربنا نوصل إزميت اتفاجئت إنها لابسة الشبشب عشان بابا لابس الشبشب. طبعا أن زوجي واخد الشوز بتاعه عزكم الله واخدينه في كيس. فطبعا الهانم اتفاجئتي بيها بالشبشب. فهنشوف لها أي حاجة بقى كده هنا في المول وبعد كده نشوف هنعمل إيه. احنا هنا جينا عشان نشوف لها حذاء هنا دول مكتوب عليهم جيني سيزون يعني موسم الجديد ب 1500. فيهم حاجات شكلها حلو فيهم حاجات طبية بس كتير. 1500 بصراحة على شوز. شوف 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 سلامتك يا لولو. لولو تعبانة بس كنا مضطرين نخرج من البيت النهاردة فالله المستعان. اهو جينا اهو بيت القريه. اهو الحمق اللي قلت لكم عليه الفيديو اللي فات. حمق بيقول عليه حمق. المره اللي فاتت قالي ما كانتش عايزه تنام ونيمناها عليه والحمد لله ردت تنام. ودي كراسي هنا اهي علشان الخطوبه. هي مش بيقولوا عليها خطوبه بيقولوا عليها سوز. سوز يعني زي سوز يعني كلام. سوز هنا بمعنى زي ربط كلام او بدايه للتعارف مثلا وبعد كده ممكن يعملوا حفله للخطوبه او بتبقى تلبيس دبل. تمام ده كده الشكل اهو. اعتقد هيحطوا تاني ترابيزات بس مش عارفه هيحطوهم امتى. والبنات وخالد جلي جوه بيصلوا والبنات كلهم بنات العيله متجمعين هنا في البيت الصغير ده كنت صورته لكم قبل كده. وده علي. عاوز اقول لكم ان انا عرفت بعد كده ان الترابيزات دي سايبينها للشباب او للرجاله بتوع العيله عشان هيتفرجوا على ماتش. كان في ماتش دوري اوروبا تقريبا تركيا بتلعب حاجه زي كده. لكن احنا رايحين في بيت كده بتاع الجيران يعني استاذناهم هم مش موجودين كانوا في اسطنبول واستاذنوهم ان هم يعملوا الخطوبه عندهم في البيت. وده كاين فالي دمز ملك ابلا دي حماتي ايه تجوز ماشي حبايا اهو ودي لولو نايمه وده جليل اللي ان شاء الله جليل مرحبا. ودي لولو بنحاول ننيمها عشان عيانه. ودي حماتي عشان ما شاء الله ايه جنبي ايه جزاك الله وجه خير وش ما شاء الله تبي. وانا جيت مش عارفه جليل ورا واحنا هنا اهو هننزل بقى تحت علشان البيت اللي جنب بيت حماتي فيه فيلا كده مستأذنينهم يعني ان هم يحطوا الكراسي ويحطوا الحاجه عندهم عشان الحفله بتاعه الخطوبه. فهوريكم بقى الدنيا ماشيه هناك ازاي. بصوا ما شاء الله الفيلا كل ده اول ما اتجوزت كان عباره عن حجر. كان حجره فوق بعض فوق بعض. ولما طبعا اصحاب البيت دوت هم اشتروا الارض اللي الناحيه الثانيه ديت من اهل حماتي وعملوها كده تبارك الله. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال. اللهم بارك ربنا يزيد ويبارك يا رب. عايز اقول لكم بقى ان انا لابسه كعب قلم بلاتفورم اللي هو بيبقى عالي من قدام ماشيه بالعافيه اللهم المستعان. الجو هنا جميل في سبانجا بصراحه. عاوز اقول لكم ان الفيلا اللي شفتوها ورا دي بتاعت ناس عرب هم من الامارات تقريبا بيسافروا بيجوا في الاجازات يقضوها في تركيا في الفيلا بتاعتهم. وهنا دي بقى الفيلا اللي قلت لكم عليها في اول فيديو دي تبع ناس اتراك بس بيتهم في اسطنبول وبيجوا هنا في الاجازات القريه بتاعتهم سبانجا. تخيلوا ان سبانجا دي قريه بيجوا يقضوا فيها الاجازات. فاستاذنوا منهم ان هم يعملوا عندهم حفله الخطوبه علشان العدد وكده. هو ما كانش عدد كبير كان عيله حماتي هم اهل العروسه يعني حماتي تبقى عمتها و اهل مامة البنت. ودي أميرة هانم قاعدة كده كنت بصورها باللبس الجديد طبعا واللبس الجميل الحلو ده مع الشبشب مع الاسف. ودول طبعا بنات العيلة وصحاب رنا. رنا اللي هي العروسة هي دكتورة في كلية الطب ما شاء الله. دي هدية في الخطوبة بيبقى في منها في الخطوبة وفي الحنة وفي الفرح.
دي فيها بارفيوم كده تقريبا او كولونيا مكتوب عليها اسم العروسه والعريس رنا وصالح. رنا وصالح مع الاسف عندنا هنا حاجات مقطعه شويبس وكابري الاثنين بويكوت يعني مقطعه فاحنا مش هنشرب منهم. ودي رورو وباباني قولهم سين عني بانا باك. هنا بقى بيعملوا مراسم الخطوبة علشان أهل العريس من أذربيجان، فهم طبعا جايين علشان يربط كلام ويطلبوا البنت ويلبسوا دبل. فالقاعدين على اليمين أول واحد ده عمها، واللي جنبه جوز خالتها، واللي بعديه عمها، واللي بعده اللي لابس بدلة هناك ده أخوها اللي لابس بدلة سوداء، واللي الناحية التانية الأخ اللي لابس أزرق دوت واللي جنبيه دول من طرف العريس قرايبه. بيقولوا له احنا عايزين نخطب بنتكم على سنة الله ورسوله لابننا فلان الفلاني، وبيقولوا الولاد قابلوا بعضهم وعرفوا بعض ويعني عايزين بعض، واحنا اللي يقع علينا ان احنا يعني نقول ندعي لهم بالبركة وبالخير وربنا يتمم لهم على خير. وبعد كده هيقوموا يلبسوا الدبل، وطبعا قبل الدبل عندنا القهوة طبعا كمان، وهم جايين بيجيبوا ورد وشوكولاتة وطبعا بيلبسوا دهب للعروسة على حسب طبعا دي بتبقى هدية بقى في الخطوبة من أهل العريس أو من أهلها. هنا عندنا رنا وصالح المفروض إن هو بيشرب قهوة، فالبنات بيقولوا لها أنت حطيتي له إيه؟ المفروض تحط له ملح. قالت لهم حطيت له عسل بال، فهو بيشرب بيقولوا له هي ملحة، قال لهم لا هي سخنة. فبيشرب كده واحدة واحدة، وبعد كده هنبدأ بقى إيه يلبسوها مثلا النقود سواء دهب سواء فلوس. وبعد كده بيبقى فيه طبعا كل اللي بيلبس حاجة بيتصوروا مع العريس والعروسة بعد ما بيلبسوهم النقود، وبيشغلوا بقى موسيقى أو أغاني أو حاجة زي كده، وبيرقصوا كل الحباب وكل العيلة بيرقصوا مع بعض، بس طبعا ده لا يجوز شرعا. هنا بقى ده عم العروسة اللي هو خال زوجي هيبدأ يلبسهم الدبل، وطبعا هي فيها شريطة كده لونها أبيض وفي بعض الأحيان بتكون لونها أحمر. وده قريب العريس طبعا البنوتة اللي ماسكة الصينية عليها المقص بتقول له المقص بتاعنا مش بيقص، فلازم يديلها فلوس يحطلها فلوس على الصينية لحد ما ترضى تديله المقص. بعد ما بيقص كده الشريط بيبدأ ان هم يسقفوا لهم، ويبدأوا خلاص بقى تسلم على عمها وقريبها ويبوسوا ايديهم، ويبدأ تلبيس الذهب او النقود. طبعا بعد تلبيس الدبل بيبداوا بقى الاهل والقرايب والصحاب اللي هينقطوا باي حاجه سواء ذهب سواء فلوس بيبداوا يلبسوا العرايس. هنا دي حمات العروسه كانت بتلبسها سلسله، وبعد كده اخته الكبيره لبستها غويشه رفيعه، وخالته برضو لبستها غويشه، وبعد كده اخته الصغيره لبستها حاجه ذهب، بس مش عارفه يعني ما خدتش بالي ما بركزش في الحاجات اللي هي الصغيره دي ماليش دعوه، بس بقول لكم يعني ده من ضمن العادات واحنا حصل معانا كده في الفرح بتاعنا برضو. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم وتكون القناه عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم، بحبكم في الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.